الجهة الكرام في إطار تتبعنا لأجواء الحملة الانتخابية التي تشهدها بلادنا، ننفتح اليوم على السيد محمود بوتخيل وكيل لائحة الانتخابات التشريعية بصخرة أثمرة. نعم، اليوم مضت 8 أيام من عمر هذه الحملة الانتخابية. أستاذي الكريم، كيف تمر الأجواء؟ الحمد لله، مرت تقريبا 8 أيام ديال العمل والاشتغال، كلها مرت في ظروف حسنة. يعني في انتخابات، يعني الحملة كانت نزيهة الحمد لله، لقينا واحد الترحيب من عند الناس، لقينا واحد العدد ديال الناس اللي مناضلين ديالنا اللي كانوا كيتسناونا، يعني كانوا في واحد الحيرة من أمرهم وكيتسناونا باش نبانوا عندهم وباش نجيو عندهم باش نحييو هذا الحزب، هذا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، باش يكون في الواجهه ويبين يعني البرنامج ديالو والاهداف ديالو. كيف ما قلنا دارت في ظروف، يعني الحمله دازت في ظروف حسنه الحمد لله، وحاولنا اننا نحترموا يعني التعليمات ديال السلطات المحليه فيما يخص التدابير الاحترازيه ديال الوباء، الله يرفعه علينا. حاولنا ما امكن اننا نوصلوا هذا لو ميساج هذا لجميع الناس اللي كيشتغلوا معنا في الحمله، وكنشكروا وكلاء اللوائح ديالنا السي بوالحسن وكيل لائحه الجماعيه بمدينه تماره، وكنشكروا السي الغوتي وكيل لائحه ديال السخيرات، وكنشكروا السي الحنتيتي حتى هو وكيل لائحه ديال سيدي حياه تمسنا، وكنشكروا السي الصاهري حتى هو ديال وكيل لائحه ديال عين عوده. هادو كلهم ناس اللي واكبونا في التوجه ديالنا وخدموا معنا وكانوا وكلاء لوائح عن قناعه، لانهم عرفوا التوجه ديال الحزب وعرفوا يعرفوا يعني لي فالور ديالنا، عرفوا داك الشيء اللي كنطمحوا ليه واندمجوا معنا. والحمد لله رحنا كلنا متفقين وكلنا كنحترموا هاد المسائل ديال التعليمات ديال السلطات، وكنحترموا يعني الظروف اللي خصها تمر فيها هذه الحمله الحمد لله.